حاج عامر، اولا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطمني الموسم القادم بتستعد له ازاي في ظل اجنده دوليه غير طبيعيه؟ اهلا وسهلا بيك استاذ محمد، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك حاج عامر. لا الموسم طبعا زي ما حضرتك قلت الموسم مزدحم جدا، في انتباهات كثيره جدا، تم هائل من المباريات، فبالتالي طبعا بقالي دلوقتي بعد القرعه ما عملناها عمال شغال في الجدول عشان اقدر اشكل المباريات على الملاعب، لان في انديه بتشارك في ملعب واحد الملعب، فبالتالي بتتطلب الكلام دوت انك انت تبعدهم عن بعض، وده بيترتب عليه يعني انت تظبط المرحله اللي بعدها كل اسبوع مرتبط بالثاني، هي سلسله واحده المباريات. فطبعا الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا. ان شاء الله يعني على يوم الاحد او الاثنين ان شاء الله نكون خلصنا الجدول ونعلنه. بالنسبه طبعا مباراه الكاس، كنت سامع حضرتك بتتكلم على مباراه الكاس تقريبا، مظبوط. فطبعا موضوع الكاس دوت احنا دايما بنلعب دور ال 32 فقط اللي هو من غير الدوليين وقت الاجنده، على اساس ان ال 18 نادي الدوري الممتاز بيلعب 14 نادي في الاقسام الاخرى، فبالتالي ما تبقاش مشكله للانديه اللي بتلعب، ولكن من دور ال 16 كل الانديه بتلعب بالدوليين بتوعها بيلعبوا كاملين، لان طبعا بطوله هامه من البطولات اللي موجوده في النشاط المحلي، بالتالي ما اقدرش احرم الانديه من اللعيبه بتاعتي. طيب يوم الاحد او الاثنين على اقصى تقدير يا حاج عامر قلت هتعلن فيها مباريات الدوري بالملاعب بالمواعيد، هل الدوري بالكامل ولا الدور الاول فقط؟ لا ما اقدرش اعلن الدوري بالكامل حاليا، لان ما نعرفش الاهلي والمصري هيوصلوا لاي مرحله من المراحل في البطوله اللي موجوده حاليا اللي هي بتاعت الموسم السابق، وما اعرفش ان النادي الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقه، ونتمنى طبعا يلعب كاس العالم للانديه، هل هيلعب مش هيلعب، دي فيها 12 يوم لوحدهم كاس العالم للانديه، فبالتالي كل الامور ديت مرتبطه ببعض، فما تقدرش تحط دلوقتي حاجه وبعد كده تقعد تغير، لان لو غيرت حاجه لن تغير الدور الثاني كله، علشان لو الاهلي وصل او ما وصلش تفرق كتير جدا طبعا في عدد المباريات المؤجله بالنسبه للنادي الاهلي، خاصة إن في البطولة العربية شغالة دور بدور، والاتحاد العربي مش زي الاتحاد الأفريقي محدد مواعيد معينة، لا هو محدد فترة معينة لمباراة الذهاب ومباراة العودة، والناديين بيتفقوا عليها بعد كل دور، واحنا دلوقتي مش عارفين الأندية المصرية اللي ربنا هيوفقه إن شاء الله ويكمل هيلاعب مين، لسه في قرعة جديدة للبطولة العربية في الدور اللي جاي بعد دور ال 32 اللي هيتم دوت في شهر 8، في قرعه بعد كده، فبالتالي طبعا كل الامور ديت مجهوله بالنسبه لي وانا بحط الجدول، فما اقدرش احط جدول دور كامل وبعد كده ما اعرفش احط المؤجلات فين. طب حاج عامر هل تتوقع ان مسابقه الدوري تستمر لما بعد كاس الامم بالكاميرون؟ دي مرتبطه بمباريات الانديه المشاركه في البطوله الافريقيه. في البطوله الافريقيه الحاليه ولا البطوله الافريقيه القادمه؟ الاثنين. تمام. والأهم اللي بعدها القادمة، لأن القادمة واخدة مواعيد كتير في الشهور الحرجة اللي أنت بتحط فيها بتخلص فيها الدوري، يعني شهر مثلا زي شهر 3 في 3 لقاءات في البطولة الأفريقية أبطال دوري وكونفدرالية، وبعدها في آخر أسبوع في الشهر ده في شهر 3 في مباراة النيجر من يوم 18 ليوم 26، فبالتالي كل ديت ارتباطات واخده شهر 3 بالكامل، شهر 4 برضه في 3 مباريات، شهر 5 في مباراتين في امم افريقيا، المنتخب لما يتعين المدير الفني ما اعرفش هو هيجمع قبلها بقد ايه، ان شاء الله بعد ما نوصل النهائيات. الحاجه الوحيده اللي متحدده عندي الخمس مباريات بتوع المنتخب الوطني الاول، هم بس متحددين بشكل نهائي في الاجنده اللي موجوده عندي، اللي هتبدا من شهر 9 ان شاء الله من يوم 3 ل 11 في مباراه النيجر، من 8 ل 16 المباراتين بتوع سويسلاند ذهاب وعوده، وبعدين في شهر 11 في مباراه تونس من 12 ل 20، وبعد كده كاس العالم للانديه من 12 ل 22، وبعدين مباراه النيجر اللي هي من 18 ل 26 في شهر 3. هي دي المؤكد ان هي هتتلعب في الاجنده. في الاجنده بقيه الانديه ما تعرفش مين هيوصل، مين هيكمل مين مش هيكمل في البطولات
عندنا اربع انديه في البطوله العربيه، وعندنا اربع انديه في بطوله افريقيا الجديده اللي هتبدا شهر 11 من قبل ما تنتهي البطوله القديمه. على دور التمهيدية. وعندنا ناديين وعندنا ناديين الاهلي والمصري اللي هم من المسمى في البطوله اللي فاتت، هيكملوا شهر 7 الشهر دوت المباراتين بتوعهم، شهر 8 في مباراتين، وبعد كده ان شاء الله يوصلوا للدور الثمانيه. وانت ما تعرفش وانت بتحط الجدول مين هيكمل ومين مش هيكمل. اوروبا بتبقى سهله لان عشان مواعيد السفر. لان في اوروبا بيحط ماتشاته هو سبت وحد، ممكن يعمل مباراه واحده الاثنين، وفي الاسبوع الانديه اللي بتلعب في بطوله اوروبا تلعب ثلاث واربع، اللي كمل فيهم كمل، اللي ما كملش خلاص هو عاطف جدوله عادي. انما احنا في افريقيا لازم تعمل حساب السفريات الطويله، فبالتالي يفرق معاك ان نادي عنده مباراه في افريقيا ولا ما عندوش، فبالتالي لازم تراعي الكلام دوت. وانت ما عندكش المعلومه كامله مين هيلعب الملحق الافريقي في البطوله الجديده، مين هيكسب على طول، مش هينقل الملحق عشان يروح للكونفدراليه، يعني امور كتير في الاتحاد الافريقي بتبقى صعبه في ظل المشاوير الطويله. ويمكن ده اللي خلانا في اجتماع الانديه ان مجلس الاداره والكابتن هاني وافق على ان يبقى في خمس لعيبه زياده في يناير، مقابل ان الانديه اللي تلعب هنا في افريقيا في ملعبهم يلعب مباراه ثانيه في الدوري المحلي يوم ثلاث مثلا قبل ما يسافر يلعب المباراه الثانيه اللي بره يوم السبت او الجمعه او السبت. لو ما كانش بيحصل الكلام دوت يبقى بين المباراتين ما كناش بنحط المباريات. كده متوقع اعتقد الدوري ممكن الجوله كل جوله تقام على مدار يوم واحد يا حاج عامر، مش هتقسمها على يومين وثلاثه. لا صعب تعملها في يوم واحد، استحاله لظروف معينه. انت مثلا عم حضرتك في تسع انديه بيلعبوا في القاهره، من القاهره الامن بيلعب الاهلي في يوم لوحده والزمالك في يوم لوحده، يبقى بقيه الانديه لازم تلعب في يوم ثالث، ولازم تلعب على الاقل ثلاث ايام. ده غير لو المقصه كمان والاسيوطي هيلعبوا في القاهره. لسه المقصه والاسيوطي ما حددوش ملعبهم لغايه دلوقتي. المقصه لسه ما جابش موافقه الفيوم، وبيدور على الدفاع الجوي، بيتعاقد مع الدفاع الجوي ده برضه بطريقه وديه لسه اللي انا عرفته. ونفس الوضع برضه الاسيوطي نفس الوضع، لسه ما جابش الملعب. نجوم المستقبل جاب بتروسبورت، فبقى عندك بتروسبورت والانبي والزمالك في بتروسبورت. ازاي هتلاعبهم في يوم واحد؟ يعني الناس بتقول على نلعب في يوم واحد او يومين، دي امور صعبه. عندك الاسكندريه ثلاث فرق، ولسه النادي المصري احتمال كبير يلعب في اسكندريه ثاني، فبالتالي عندك اربع فرق في اسكندريه، والامن يقول لك في اسكندريه ما تلعبش المباراه واحده في اليوم. طبعا استحاله انك انت تلعب في يوم واحد او يومين، يعني صعبه جدا، خاصة في ظل عدم وجود جمهور، وكمان تحرم الناس اللي هم يتفرجوا على المباريات المنقولة وتلعبها كلها في وقت واحد، فدي مشكلة ثانية. طب هو في أسئلة كتيرة، في أسئلة كتيرة يا حاج عامر، يعني بمناسبة الجمهور حاجة ذكرت إن الجمهور كمان مش هيبقى موجود، أو لسه احتمال نسبة 10% أو 15%، وفي اجتماعات بتتم بين حضرتك مع الحاج محمود الشامي رئيس رابطة الأندية المحترفة. الملف الجمهور خلال الساعات القادمة، لأنك كمان هتطبق لائحة جزاءات في لائحه المسابقات سواء متعلقه بحضور جماهير او لو ما فيش جمهور، الحكام كمان عايزين لائحه جزاءات قويه عشان الوسط او المستوى الرياضي او البطوله الدوري تسير بشكل جيد. كل هذه الامور هتشتغل عليها ازاي في ظنك بتستعد بجدول دوري وبتحدد لائحه جزاءات سواء بالنسبه للحكام او حتى متعلقه بحضور الجماهير؟ بالنسبه للحكام احنا اللائحه بتاعتنا قويه جدا، وانا ناقلها كلها من لائحه الانضباط الاتحاد الدولي، بس هي المشكله ان الحكم يكتب. الحكم لو كتب والحكم الرابع كتب في الدكه اللي بيحصل بره مش هيبقى فيه مشكله خالص، انما المشكله انك احنا حضرتك وانا بنشوف حاجات بتحصل والحكم ما بيكتبش، وبتلاقي كركبه على التراك بره، الحكم الرابع واقف وسطهم وما كتبش. هل انا اقدر اخد قرار؟ انا ما اعرفش هو ده قال ايه؟ هل عتاب عادي؟ هل احتجاج بشكل مش لائق؟ هل في سباب؟ مين هيحدد العقوبه الا لو الحكم كتب؟ عايز نص واضح في التقرير. فلازم يبقى التقرير واضح، وبعدين ما ينفعش يبقى الحكم الرابع سامع حاجات بره وما يناديش على الحكم وياخد قرار ويطرد المدرب او حد من الجهاز، بعد كده انت تعاقبه، لما تيجي تعاقبه بعد كده والحكم اصلا ما طردهوش في المباراه خلال المباراه، هتعاقبه بناء على ايه؟ هتبقى انت اللي في موقف اتهام، يبقى انت اللي مش كويس، يبقى انت اللي مضطهد النادي، فبالتالي لازم الحكام الاول يساعدوا نفسهم قبل ما نتكلم على اللائحه، ما تبقاش الحجه اللائحه، لا. الحجه في الحكم اللي يكتب، مفيش حكم كتب حاجه وما خدناش فيها قرار وقرار قوي. انما الحكم اللي ما بيكتبش والناس كلها شايفه ان في اعتراضات بشكل مش مناسب
يبقى خلاص ما الحكم ما يلومش ولجنه الحكام ما تلومش الا نفسها. مظبوط. ده بالنسبه لللائحه، بالنسبه للائحه الجمهور انا كنت عامل لائحه قويه من سنتين ثلاثه علشان ان الجمهور لما قال ان الجمهور هيرجع اكثر من مره ما طبقناش لغايه دلوقتي. ولائحه الجمهور معروفه في العالم كله ليها خطوات معينه، بيلعب من على ارض من غير جمهور، بياخد غرامات ماليه، بتتصاعد خارج، بتنقله خارج ملعبه بجمهور او بتنقله خارج ملعبه بدون جمهور. دي العقوبات اللي موجوده في كل الاتحادات اللي في العالم. انما احنا شايف طبعا ان العقوبه اللائحه بتاعتنا لائحه قويه جدا، انما هي ما تبقاش لازم تبقاش مبرر لان الحكام لو الحكام كتبت، وده دايما اللي بينادي عليه كابتن عصام في الاجتماعات بتاعته، لازم الحكم يكتب كل حاجه. طيب مباراه الاهلي والاسماعيلي ومباريات المصري، هل تحدد موقفها في الساعات القادمه؟ حضرتك بتتكلم على جدول الدوري خلاص، يعني خلال ساعات قليله هيعلن باذن الله على اقصى تقدير يوم الاثنين. تحددت هذه الملفات؟ ناخد منك خبر جديد او معلومه جديده يا حاج عامر. لا حتى الان اللي وصلت ما بلغنيش بموقف مباراه الاهلي والاسماعيلي ذهاب وعوده، لان لو حصل الكلام دوت يبقى في حل تاني ان احنا مثلا مباراه الاهلي بتتلعب في اسكندريه الاولى، ومباراه الاسماعيلي الثانيه بتتلعب في السويس من ضمن التوقعات، او الامن يوافق تمام مباراه الاهلي والاسماعيلي تتعمل في الاسماعيليه يبقى الاهلي يلعب في القاهره. مظبوط. وخاصه ان الامن ما عندوش مشكله ان الاسماعيلي يروح القاهره، هي المشكله في امن الاسماعيليه مش في القاهره في مشكله الاهلي. طيب جزئيه اخيره حاج عامر، الم يحن الوقت لان لجنه المسابقات تطلع توصيه بتقليل عدد انديه الدوري من 18 الى 16 عشان الاجنده عندك الفتره القادمه هتبقى مزدحمه، مش هتلاقي مواعيد، هتلاقي الموسم داخل في موسم بعديه فهتبقى صعبه جدا. في توصيه ممكن تطلع من لجنه المسابقات في الملف ده؟ والله انا بنادي اكثر من مره. بقالك كذا سنه في الموضوع ده بتتكلم فيه. احنا العدد المناسب بتاعنا 14 نادي، يمكن تونس عامله 14 نادي، تونس من شمال افريقيا اللي عندها نفس المشاكل بتاعتنا. ولك ان تتخيل ان تونس عامله زي الجزائر، ان النادي اللي هو ما عندوش اكثر من 3 لعيبه في المنتخب بيلعب ماتشاته في الاجنده، وقت الاجنده وقت ماتشات المنتخبات. احنا طبعا الكلام دوت ما ينفعش عندنا، احنا عندنا على الاقل الاهلي والزمالك عندهم اكثر من 3 لعيبه، وبالتالي هتقعد تاجل لهم. لما تاجل لهم وتلعب للفرق الثانيه زي ما تونس هتعمل الموسم دوت وهتقلد الجزائر، يبقى انت بتكثر عدد المؤجلات، فبالتالي الانديه دي هتضطر ان هي تقف علشان الانديه تلعب مؤجلاتها، فهي ما كسبتش حاجه. انما حته الانديه طبعا احنا لو 14 نادي زي تونس، ويمكن النهارده هتفرق كتير طبعا، يمكن النهارده حتى شوف يعني تخيل حضرتك ان واحد النهارده كلمني من الاتحاد التونسي، سكرتير الاتحاد التونسي بيكلمني ان هم كانوا حددوا مباراه، يمكن دي ما حدش يعرفها حتى الان. تمام. هم كانوا حددوا مباريات الاتحاد والترجي، لان حضرتك عارف ان الاتحاد هي اللي بتختار مع الناديين مواعيد مباراتهم في البطوله العربيه الاوروبا دول. فهم كانوا حددوا يوم 6/9 لمباراه العوده الترجي والاتحاد، الاولى 9/8 والثانيه 6/9. وانا كنت قلت لهم وقتها ان دي في اجنده رسميه من 3/11 للمنتخبات، اجنده رسميه. فطبعا هم اللي اختاروا الميعاد، فانا قلت خلاص خير وبركه يعني، وفروا عليا ميعاد ومكان لنادي الاتحاد. النهارده كلموني معلش عشان خاطرنا عايزين نتفق على ميعاد ثاني ان احنا نغير الميعاد دوت. طب ان هم 14 نادي يعني، هم عندهم مشكله، عندهم مشكله برضه، وهم 14 نادي. تمام. تخيل بقى حضرتك ان يعني السنه اللي فاتت برضه كان عندهم مشكله رغم ان هم 14 نادي، وخلصوا في نفس الميعاد اللي احنا خلصنا فيه اللي هو 21/5. مظبوط. بالتالي طبعا لا الارتباطات كتير، خاصه دول شمال افريقيا، لان تمام بتاعتها بتكمل للمراحل النهائيه، يعني الانديه بتاعتنا وبتاعت تونس والجزائر والمغرب بيكملوا في بطولات افريقيا ابطال دوري الكونفدراليه، ما بيخرجوش على طول، فبالتالي عندهم ارتباطات كتير ومؤجلات كتير. حاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة، اتكلمت في تفاصيل كتيرة متعلقة بالموسم القادم والدوري، لكن بإذن الله إن شاء الله على يوم الأحد أو الاثنين ده خبر مهم هيعلن جدول الدوري حتى نهاية الدور الأول بشكل كامل. شكرا ليك يا حاج عامر.